في العناوين، أول جلسة للحكومة الجديدة، لجنة لصياغة البيان الوزاري. وللمواطن الحق في سؤالنا عن التأخير. لبناني يقتل زوجته في سيدني. وفاة الشاعر والكاتب أنس الحاج. الجبهة الإسلامية تهدد بتفجير قلعة حلب. سترون في حلب غير الذي تسمعون. أهلا بكم. جلسة أولى للحكومة الجديدة لتأليف لجنة إعداد وصوغ مشروع البيان الوزاري برئاسة الرئيس تمام سلام، على أن تعقد اجتماع لها عصر غد في السرايا. وتحدث خلال الجلسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان داعيا إلى أن تكون هذه الحكومة مثالا للجميع، فيما أشار الرئيس سلام إلى أن هذه الحكومة صياغة لبنانية. وبعد انتهاء الجلسة أشار وزير العدل أشرف ريفي إلى أن لقاءه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا قناة خلفية للتواصل السياسي والأمني بعد القطيعة، وقال إذا استمر الجو بهذه الإيجابية خلال الأشهر المقبلة فالبلد سوف يخرج من أزمته. وقبل السياسة نشير إلى وفاة الشاعر والكاتب أنس الحاج عن عمر يناهز 67 عاما بعدما دخل في غيبوبة صباحا. والشاعر الكبير بدأ عمله صحفيا وله 6 مجموعات شعرية، وترجمت مختارات من قصائده إلى 6 لغات. نبدأ من قصر بعبدة وننتقل مباشرة إلى الزميلة كريستين حبيب. كريستين يعطيك العافية. إذن أجواء الجلسة الأولى والتفاصيل. الله يعافيك رائد. جلسة الساعة ونصف الساعة أفضت بما أفضت إليه أساساً إلى تأليف لجنة أعداد البيان الوزاري. هذه اللجنة التي كما أشرت في المقدمة ستجتمع غداً في السرايا الحكومية عند الساعة 6 مساءً، سيترأسها الرئيس تمام سلام، وستكون عضويتها لكل من الوزراء محمد فنيش، علي حسن خليل، جبران باسيل، سجعان أزي، وأيضاً سينضم إليهم الوزير وائل بوفعور والوزير نهاد المشنوق والوزير بطرس حرب. هذه اللجنة ستكون مهمتها سهلة، هذا من المفترض بحسب الأجواء الإيجابية التي خرج بها الوزراء والتي خرجت بها المصادر الوزارية، فإن الأجواء إيجابية ومسهلة أمام أعداد البيان الوزاري، وليس من المفترض أن يأخذ وقتا طويلا، لسيما وأن الرئيسين سلام وسليمان أشارا خلال مداخلتيهما في جلسة مجلس الوزراء إلى ضرورة الانتهاء من أعداد البيان الوزاري خلال أسبوع والعودة به إلى قصر بعبدة لمناقشته أمام مجلس الوزراء انتقالا أو تمهيدا لانتقاله إلى مجلس النواب، حيث تنال الحكومة الثقة إذا ما نالت الثقة على أساس هذا البيان الوزاري. علمنا أيضا أنه حتى الساعة لم يتم الإعداد لأي عناوين عريضة فيما يتعلق بهذا البيان الوزاري، ليس هناك من أفكار مسبقة فيما يتعلق بهذا البيان، ولكن فيما يتعلق بموضوع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، هذا البند الشائك في البيان الوزاري من المفترض أن يستبعد هذا البند عن البيان الوزاري وينقل إلى مرحلة لاحقة، ربما إلى طاولة الحوار التي تشير أيضا الأجواء إلى إمكانية عقدها بعد أن تنال الحكومة الثقة، وبالتالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة من المفترض أن لا يكون على مسوي أو البيان الوزاري، إنما على طاولة الحوار. كل شيء إذن مرتبط باجتماعات هذه اللجنة التي ستتكرر خلال الأسبوع وليس فقط غدا في السرايا الحكومية. إذن كان هناك كلمتين للرئيسين سليمان وسلام خلال هذه الجلسة، وأيضا كان هناك مداخلات لعدد من الوزراء، كلهم شددوا على إيجابية الأجواء والاستعداد للعمل بروحية منفتحة من أجل إخراج البلد من الأزمة الراهنة. وزير الإعلام رمزي جريج تلا مقررات الجلسة وتوقف أيضا عند أبرز ما جاء في كلمتي الرئيسين سليمان وسلام، سنستمع إلى مقتطفات من تصريح الوزير جريج. نعم. افتتح فخامة الرئيس الجلسة
بالترحيب بالوزراء مشيرا إلى أن 11 شهرا كانت فترة طويلة لتأليف الحكومة، وللمواطن الحق في سؤالنا عن التأخير في تشكيل حكومة كما يجب أن تكون الحكومات في لبنان. على الحكومة التزام تصريف الأعمال بالمعنى الضيق إلى حين نيلها الثقة، خصوصا وأنه من المتوقع منها كثير على رغم عمرها القصير من مشاريع وخطط ومشاريع قوانين أبرزها اللامركزية الإدارية وإطلاق دورات التنقيب عن النفط. ثم تكلم دولة رئيس مجلس الوزراء فأكد أن تأليف الحكومة رغم الوقت الطويل الذي استغرقه قد ترك أثرا إيجابيا وارتياحا في البلد، وهذه الحكومة هي صناعة لبنانية وكانت ولادتها معجزة حتى ولو أنها لن تتمكن من تحقيق المعجزات. بعد ذلك أجمع الوزراء في مداخلاتهم على ضرورة توفير أعلى درجات التعاون والانفتاح، وفي النهاية قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية لإعداد مشروع البيان الوزاري برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وعضوية الوزراء السادة بطرس حرب، علي حسن خليل، محمد فنيش، جبران باسيل، وائل أبو فاعور، نهاد المشنوء، سجعان أزي. لبنانية في أستراليا تسقط على يد زوجها. حية جديدة للعنف الأسري وبطلها لبناني، ولكن هذه المرة القصة من أستراليا. وفي التفاصيل أن الشرطة في سيدني اتهمت اللبناني جورج طنوس البالغ 55 عاما بقتل زوجته مارغريت البالغة 47 عاما ليلة أمس في منطقة بانكستون، وفي شقة تقع في الشارع نفسه الذي تقع فيه بناية الشرطة، وقد رفض إخلاء سبيله بكفالة. ليس لديهم مشاكل، هي عائلة هادئة تماما. وكان المسعفون قد نقلوا المغدورة إلى المستشفى وهي مصابة بجروح بالغة في الرأس، وما لبثت أن فارقت الحياة، إشارة إلى أن مارغريت طنوس أم لولدين، ولم تعرف حتى الساعة الأسباب التي حملت الزوج على قتلها، وقد توارى عن الأنظار أولا ثم عاد وسلم نفسه إلى الشرطة. رحل الشاعر والكاتب الكبير أنس الحاج بعد صراع قاس مع المرض كان أقعده قبل نحو شهرين. الشاعر الكبير صاحب باع طويل في النهضة الشعرية والثقافية اللبنانية والعربية، معلم شعري وصحفي، بدأ دواوينه الشعرية بحرفين في ديوان عنوانه لن، لينهي مسيرته في عمر 77 بقصائد ودواوين لم تترك حرفا إلا وطوعته. أقوى اندفاعاته على صعيد المشاركة في الحركات الفنية ربما هي اندفاعاته مع الأخوين رحباني اللذين عرفاه شخصيا على أثر مقال كتبه عن فيروز، رافضا مبدأ المقارنة بين صوتها وأصوات مطربات أخريات، معتبرا أن في صوت فيروز فوق الجمال والبراعة شيء أكثر كما سماه، هو العامل الغامض الذي لا يستطيع أحد تفسيره والذي سيظل يحيره، كما يظل كل شيء أكثر في الخليقة يحير العقل والتحليل. فيروز عنوان مقال لأنسي وعنوان مسيرته الأدبية والفنية، أحد أعمدة الكلمة رحل اليوم. أنسي الحاج رحمة الله عليك يا ماضي الأيام الآتية. الجبهة الإسلامية تهدد بتفجير قلعة حلب بعد تفجير فندق الكارلتون الأثري. مع تطور فصول المعركة السورية، ما عادت قلعة حلب سحر المدينة المنتصبة على تلتها البيضاوية، ولا مدعاة فخر أبناء المدينة أمام ضيوفهم، ولا حتى موقعا محميا من اليونسكو. لقد استعادت القلعة دورها الأصلي في المعارك المحتدمة بين السوريين،
اليوم باتت القلعة في مرمى الجبهة الإسلامية، فضرورات المعركة والسيطرة الميدانية تبيح محظورات تدمير ذاكرة مدينة وشعب. ظالمين ذخيرة موجودة وأبطال اقتحامات موجودين، ولكن نحن ركزنا على كلمة وقت تشكيل الجبهة الإسلامية من الأمير أبو عيسى. تفضل. لما قال لهم سترون في حلب غير الذي تسمعون. نعم. فقررنا إن شاء الله نفرجيهم العمل ما شافوه من بداية الثورة السورية لحد الآن. في هذا المخطط تعتمد الجبهة الإسلامية على حفر أنفاق تحت الأرض للوصول إلى أهدافها ضد الجيش النظامي، وقد بدأ ذلك مع القصر العدلي ومستشفى الكندي، ثم فندق الكارلتون الأثري القريب من القلعة، وصولاً إلى التهديد بتفجير القلعة نفسها. هنا بنحط اللمسات الأخيرة حتى نعرف نتأكد من الهدف 100% أنه نحن داخل يعني تحت فندق الكارلتون 100% إن شاء الله. ما شاء الله. طبعاً هاي هون بتاخذوا قياسات نظامية. آخر لحظات الأخيرة إن شاء الله. نعم. اليوم بإذن الله بندخل المواد المتفجرة، وبعد ساعات إن شاء الله بتسمعوا وتشوفوا شيء اللي وعدكم فيه أبو عيسى. يا إن شاء الله يا أهل حلب. إن شاء الله يا أهل حلب طبعاً اللي إن شاء معنا. الله إن شاء الله. وفندق الكارلتون هو مبنى أثري يواجه مدخل قلعة حلب، بناه السلطان العثماني عبد الحميد عام 1883، استخدم مشفاً ثم مركزاً لتخريج الممرضات، وتحول لاحقاً إلى فندق سياحي. وقد تسبب تفجير النفق تحته بتدمير معظم أجزائه الخلفية وتعرض جدرانه لتصدعات خطرة. أما القلعة فتهدد الجبهة باستهدافها بسبب ما تدعيه بوجود قناص بداخلها، لكن أهل الاختصاص يطمئنون إلى صعوبة تنفيذ مخطط مماثل بسبب وجود خندق واسع يحيط بالقلعة ويحميها من حفر الأنفاق تحتها. عقدت القوات النظامية السورية ومقاتلو المعارضة مصالحة في بلدة ببيلة، إحدى آخر بؤر التوتر الرئيسة في ريف دمشق والتي دمرها النزاع الدامي. وتجري اتفاقات متتالية للمصالحة منذ أكثر من عام في عدد من المناطق القريبة من العاصمة السورية، والتي شهدت معارك يومية شرسة قرر إثرها مقاتلو المعارضة وقوات النظام السوري التفاوض لإجراء مصالحة بحيث لا يدعي أي من الطرفين النصر. ويشرف على اتفاقات وقف إطلاق النار شخصيات عامة بينها رجال أعمال ووزراء سابقون من المناطق الخاضعة لأعمال العنف. وتقضي هذه الاتفاقات على وقف إطلاق النار ورفع الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية وتسليم مقاتلي المعارضة أسلحتهم الثقيلة ورفع العلم الرسمي للنظام على مؤسسات الدولة في هذه الأحياء. وقد عقدت اتفاقات للمصالحة في عدد من البلدات الواقعة في ريف دمشق كقدسية والمعظمية وبرزي وبيت سحم ويلدة ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وكان آخرها في ببيلة، كما يجري التفاوض حاليا على إجراء اتفاقية جديدة في حرستة. حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي اليوم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مسؤولية تردي الأوضاع في العراق، واتهمه بالديكتاتورية، مشيرا إلى أن العراق يعيش تحت رحمة ثلة أتت من خارج البلاد. وأشار الصدر إلى أن الحكومة تكمم الأفواه وتهجر المعارضين وتعتقلهم، داعيا أنصاره إلى المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة، وقال إن الأموال أعمت عيون المسؤولين في الحكومة العراقية. بذلك القرار الحفاظ عليهم وعلى سمعتهم من التشويه والانجراف في الدنيا، ولا سيما مع وجود من يتلاعب بكم أيها الأحبة، بل ويستغلنا آل الصدر للوصول إلى مآربه الدنيوية البغيضة، فقد جمعوا الأموال وأراقوا الدماء وانتهكوا الأعراض وتسلطوا على الرقاب باسمنا نحن. ميدانيا قتل نحو 50 شخصا وأصيب العشرات بجروح في انفجار 3 سيارات مفخخة في بغداد صباح اليوم. وقال عقيد في وزارة الداخلية العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار 2 سيارتين مفخختين في منطقة البياع جنوبي بغداد. وفي حي الإعلام القريب من البياع في بغداد قتل عدد آخر في انفجار سيارة ثالثة.
بغداد كانت قد شهدت أمس ليلة دامية، حيث قتل 16 شخصا وأصيب العشرات في انفجار 4 سيارات مفخخة في مناطق عدة. أهلا بكم جديد. رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن طريق التفاوض الذي سلكته إيران أكد أنه الباب الصحيح لحل المشكلات، وأنه ينعكس إيجابا على المسألة السورية التي فتحت مع أبواب جنيف وأقفلت أمس مع استبعاد إيران إعلاميا. وفي كلمة له خلال الدورة 9 لمؤتمر برلمانات الدول الإسلامية المنعقد في طهران، دعا بري إلى إدانة كل أشكال الإرهاب الإسرائيلي ووقف مصادر تمويل مجموعات الإرهاب وتسليحها، والعمل لإقرار عقد إسلامي ومكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف وارتكابه. ونحن اليوم وقد رسمت مفاوضات 5+1 معالم الحل للملف النووي الإيراني، نرى كسبا للوقت وحقنا للدماء أن مفاوضات 5+2 وليس +1، 5+2، أي اجتماع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وتركيا +2 هما الصين والاتحاد الأوروبي وطبعا الأطراف السورية، قادر على صياغة الحل وإنتاج حل يتبع من إرادة شعبها. الترحيب بالأمر الملكي السعودي بتحريم الانتماء إلى تيارات متطرفة ومعاقبة هذا الأمر رغم عدم تحسسي للربيع العربي. لقد تابعنا بفرح تمكن المجلس التأسيسي في تونس من إقرار دستور جديد للبلاد، كما تابعنا الاستفتاء الشعب الكبير على إقرار دستور لمصر الشقيقة. إني أتوقع أيضا أن يتمكن المجلس النيابي اللبناني من تشريع قانون جديد للانتخابات. وفي المؤتمر نفسه تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ضرورة وجود سياسات مبنية على العدالة والأخلاق، وقال إنه يجب التصدي عالميا للعنف والتطرف، مشيرا إلى أن قتل الأبرياء قمة التطرف والإرهاب، وأضاف أنه يجب السعي لتحرير القدس المحتلة وحل الأزمة في سوريا. أنا على يقين في النقاط القادمة والقضايا القادمة وفي الحوار في هذه البلدان أن يكون التفاهم والتعاون الأكثر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كل البلدان الإسلامية، ونحن نحتاج إلى تفاهم وتبادل الآراء كلما أوسع حتى نتمكن أن نقوم بالبرامج والسياسات والخطط العريضة، ودون الدرك المتبادل من الظروف لبعضنا البعض لا نتمكن أن نصل إلى النتيجة وبصراحة ونقوم بسرعة بحل القضايا. الوزير وائل أبو فاعور يتسلم وزارة الصحة من الوزير علي حسن خليل. جرت عملية التسلم والتسليم في وزارة الصحة بين الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور، وإذ أشار خليل إلى العلاقة العميقة التي تربط بينهما مشيدا بدور النائب وليد جنبلاط في الحياة السياسية، لفت أبو فاعور إلى اللحظات الصعبة التي تشارك فيها. وزارة موضوعة بأيدي أميني وقادرة على أن تفعل، أن تطور، أن تعكس إرادة الناس، وأن تمارس أفضل ممارسة ممكنة في ظل الظروف اللي نحن عم بنعيشها بالبلد والخصوصية اللي نتمتع فيها. هناك ثقة، وأنا أدعو من موقعي إلى الثقة بالدولة وأجهزتها، إلى عدم تهشيم هذه الثقة، وإلى العمل بشكل جدي من أجل إعطاء الفرصة طبعا في إطار من المراقبة والتفتيش وإعطاء أدوار للهيئات المعنية. شريك اللحظات الصعبة في كل هذه المرحلة، شريك اللحظات الحالكة والحبكات الخلاقة اللي هو عبر فيها هو الرئيس بري عن أنه الرئيس بري كان وسيبقى من حصنات هذا الوطن.
ومن ضمانات هذا الوطن. الرئيس بري ومعه الحج علي حتى بلحظة اللي كان عم بيقول أنا خدمت عسكريتي كان عم بيخدم تشكيل الحكومة. وحتى بلحظة اللي كان عم بيقول أنا ما بأجل سفري كان عم بيضغط على كل الناس ونجح في الضغط على كل القوى السياسية في إنتاج الحكومة. وأمل أبو فعور أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل منتجة ومرحلة إصغاء من قبل أي مسؤول لكل اقتراح سواء قصر عمر الحكومة أو طال. وفي وزارة الشؤون الاجتماعية تسلم وتسليم بين الوزيرين رشيد درباس ووائل أبو فعور. شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية عملية تسلم وتسليم بين الوزير الجديد رشيد درباس والوزير وائل أبو فعور الذي رأى بتوزير خلفه إنصافا للكثير من الشخصيات والقيادات المناضلة في لبنان، فيما أكد درباس المضي قدما وفق الأسس التي أرساها أبو فعور للنهوض بوزارة الشؤون الاجتماعية. من يتولى هذه الوزارة يعاني توجسا مزدوجا. أما التوجس الأول فمرده ثقل الأعباء الملقاة على هذه الوزارة والمساحة البشرية الواسعة التي تعتبر الوزارة مسؤولة عنها. أما التوجس الثاني فأن تتولى بعد وائل أبو فعور. ورغم هذا فأنا أعتقد أن ما من مكان شغله وائل أبو فعور ثم غادره إلا وكان كالطائرة الصالحة أن تسير بدون طيار. لذلك سأعتمد على ما قام به لكي أسهل أمري. بعبر عن فرحة شخصية بأن يكون عبسلم عليك هذه الوزارة لما تمثل، لما تمثل ولما يمثل توزيرك من إنصاف لجيل من العروبيين، جيل من المناضلين، جيل من أصحاب الرأي اللي حمل القضايا الكبرى لكن للأسف لم ينل إلى الأعباء الصغرى في هذا الوطن. في توزيرك إنصاف لكثير من الشخصيات والكثير من القيادات والكثير من الناس المناضلين في لبنان الذين ظلموا طويلا بالمعنى السياسي وبمعنى التجربة. وأمل درباس بالتعاون مع موظفي الوزارة خدمة فقراء لبنان والتخفيف من معاناة الكثيرين لا سيما النازحين السوريين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤونهم. منتخب لبنان في كرة السرعة إلى الكويت للمشاركة في بطولة العالم. الكثير من اللبنانيين لا يعرفون شيئا عن كرة السرعة وهي لعبة حديثة العهد في بلاد الأرز، لكنها سرعان ما فرضت نفسها عربيا وأسيويا، واليوم تشارك في أهم محفل دولي في مجالها. البطولة يشارك فيها نحو 12 منتخبا أبرزهم مصر بطلة العالم إلى إسبانيا وتركيا واليابان، ويأمل فيها المسؤولون تحقيق الميداليات على غرار البطولة العربية العام الماضي في مصر مع 7 ميداليات مختلفة. وأنا بتمنى من هالخطوة كل رجال الأعمال يقوموا بهالمبادرة الطيبة ويكونوا دايما بشكل عام يقوموا لتنمية هذا القطاع لحتى نقوم بتحفيز وتشجيع شبابنا لتمثيل مثل هيك نوع رياضات بلبنان. بتمنى التوفيق للمنتخب اللي صاروا تقريبا سنة عم يتحضر لهذه المشاركة، ومثل ما سبق وعملنا نتائج سابقة إن شاء الله بنتمنى يكون عندنا نتائج وميداليات بالبطولة الجاية. لبنان يشارك في كافة المنافسات باللاعبين علي جلاش ومحمد هاشم إلى رنين قبيسي وإسراء سمورة. كرة السرعة هي عبارة عن لعبة كتير سهلة تتواجد وين ما كان، هي جهاز مثبت بالأرض وطابة بتلف 360 درجة. هي كتير رياضية وبيلعبوها الفريق مكون من 4 أشخاص، بنلعب فردي ومزدوج. أصغر لعبة بطولة العربية هديك السنة وقت شاركنا، صار 3 سنين بلعبها للسبيد بول، وشاركنا بالبطولة العربية وجبنا مركز منيح، هلا بالبطولة العالمية أكيد كمان رح كون أصغر واحد فيها. هيدي تاني مشاركة لإلي، شاركت أول مرة بالبطولة العربية كانت هديك السنة، وهلأ مشاركين بطولة العالم وإن شاء الله فريقنا بيحرز نتائج منيحة. يعني هلأ نحن عم ننافس دول مستوية عالية فإن شاء الله نقدر ناخد مركز منيح. لبنان يأمل بتحقيق الميداليات خصوصا في فرد الشباب والزوج المختلط وزوج السيدات. كيف نجمع بين الجيش والشعب والمقاومة والقتال في سوريا وإعلان بعبدة في جملة واحدة في بياننا الوزاري؟ تحقيق جاد غصن.
11 شهرا حتى ألفت حكومة بقي من عمرها أقل من شهرين، لا أحد يعلم إنهما كافيان للتوافق على بيان وزاري بين الجيش والشعب والمقاومة وإعلان بعبدة والقتال في سوريا. تصريح للنائب وليد جملاط لا يبدو فيه قلقا من الموضوع، فبحسب قوله اللغة العربية غنية بالمفردات، فضولنا دفعنا إلى محاولة معرفة الشكل الذي قد يأخذه هذا البيان، فرحنا نبحث في مواصفات الشخصية التي يجب أن نتوجه إليها لهذه الغاية. طبعا يجب أن تكون ضليعة في اللغة العربية، ويجب أن تكون مخضرمة وقد شهدت بيانات وزارية عدة، ولتكن تمتهن التمثيل فتفهم الأدوار المختلفة التي يؤديها السياسيون. من أفضل من الممثل سمير شمص؟ حسناً، غضب هذا من عند الله، طلعوا ليحكوا مع الله بالبرج بابل فبلبل ألسنتهم ما عاد يفهموا على بعض. فلنطوع اللغة العربية ولنكتب جملة مفيدة تجمع كل المطالب وتقول كل شيء. البيان الوزاري، جملة مفيدة. كمن يبحث عن قط أسود في غرفة ظلماء وليس في الغرفة من قط قط. سمير شمس. وللقطة قصة. بالحرب اللبنانية اجتمعوا سكان البنايه بالملجأ، يعني هربوا من القصف، وكانوا كلهم من مختلف الطوائف والمذاهب والعقائد فالكهرباء مطفية، ما في كهرباء، عادي مثل عادي اللبنانية، بس اجتمعوا اثنين مع بعض بدهم يحكوا بالسياسة، ما في شيء غير هيك. فقعدوا يتناقشوا بالسياسة شوي، بلشوا يسبوا بعضهم شوي، حيعلقوا الضرب. في واحد ذكي كتير بيناتهم قالوا يا شباب انتبهوا في بسين أسود، ما تدعسوا علي بخرمشكم، انتبهوا. قعدوا كلهم صاروا يدوروا وين لبسين، في بسين وين لبسين، واحد يدعس على البسين. نسيوا السياسة ونسيوا المسبات والتهوا باللبسين الأسود. فأنا برأيي نجيب لهم لبسين أسود على مجلس الوزراء. إعادة تظهير الوجه الديمقراطي لنظامنا السياسي. تتسلم حكومتنا مهامها في ظروف غاية في الدقة والصعوبة، كما تجدد الحكومة تأكيدها على التضامن والتعاون مع الشقيقة السورية. تؤكد الحكومة على حق لبنان لشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعة وتلال كفرشوبة اللبنانية، ترسيخ الوحدة الوطنية وصيانة وفاقهم الوطني. سوف تستعجل تشكيل الهيئة الوطنية للبحث في كيفية إلغاء الطائفية لتعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. يتجادلون في بيانات وزارية تتكدس في المهملات، وعلام يتجادلون، فبياناتنا كشرب الماء بعد أكل الحلاوة، كأننا لا أكلنا ولا شربنا. جاد غصن، قناة الجديد. في يومه الأخير في وزارة الداخلية قبل تسلم منصب المستشار الأمني لرئيس الجمهورية العميد مروان شربل كما لم تروه، في تحقيق للزميلة نوال بري. هو الوزير السابق الأكثر جدلاً والأقرب إلى الناس، وزارته تحملت العبء الأمني الأكبر، فكيف يقضي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يومه الأخير قبل تسليمها؟ لنرى سوياً. في أروقتها تبدو الوزارة كالعادة خلية نحل، لكن هذه المرة للانتهاء من تدابير التسليم، وثقيلة هي المهام التي ستسلم بعد 2 و8 أشهر كانت الأصعب أمنياً على لبنان في الفترة الأخيرة، لكن صدقه وقربه من هموم الناس جعلها أكثر سلاسة. وحياتها الثلاثة اللي عندي، أنا ما كلفت الدولة ربع ليرة، أنا فوت على الدولة بحدود 8 مليون توفير. انتقادات كثيرة كانت تنهال عليه بعد كل تصريح، وكثيرة كانت تصريحاته. بس لسوء الحظ عم بيصير في عدم تعاون بين الأشخاص اللي عم يسرقوها والأشخاص اللي عم بيبيعوها والدولة اللبنانية. هذا اللي لازم نشتغل عليه هلا، ونفهم الأشخاص اللي بيسرقوها ما يبيعوها
أو يصير في تعاون. اعتبروا على الفيسبوك قيمة الأيام كيف عم ناشد الحرامية. لك هي أنا لا أناشد الحرامي إذا شفته عم بيسرق، يعني إذا كمشته بالجرم المشهود ما بقول له تعابوسني ولا بقى تعيدها. وانتقد إلى حد الإدانة عندما فاوض الأسير لإزالة خيام الاعتصام والمتشددين في طرابلس، وحتى مزارعو الحشيش في اليموني بعد تصعيد تحركاتهم زارهم شربل وحاول العثور على حل يرضي الجميع، فكان الترحيب به على أصوله. غلط بنظرهم هن، يقعدوا محلي بهالظرف الصعب بيشوفوا إنه اللي عملته أنا قليل. تندم إنك قعدت مع الأسير؟ أبداً، ليش بدي أندم؟ بندم إني أنا فتحت الطريق، بعدين هيدا قرار اتخذ بمجلس الوزراء وكلفت أنا. كل المناطق اللبنانية أنت بتروح والكل بيتأهل فيك، ما عدا طبعاً آخر مرة بالضاحية شو اللي صار؟ دمر، رجعنا رحنا بعد منا، هني كرمال أحمد الأسير، بعدين رجعوا اعتذروا وعرفوا الحقيقة، هو عملها بشكل كاريكاتوري بس فسرها إنه يا ريتك يا معالي الوزير ما بتفل. هذه بعتها بس هو ما وضحها 100%. وبعيدا من الحشيش وبالعودة إلى الوزارة، ينتظر أولاد شربل والدهم ليستكمل يومه الأخير بين المكتب والأروقة. مثل أول نهار كنا مبسوطين الوالد استلم، وهلأ مبسوطين الوالد شو ترك وراه. تذكر مرة طلبت من بيك قلت له فينا ناخد رخصة في مي، قال لي بس أعطي ابني بعطيكي. هو هلقد كان معكم شديد؟ مزبوط، كان شديد معنا من أيام قوى الأمن. شربل يودع الوزارة اليوم فرحا بإنجازاته المعلنة وغير المعلنة، لكن عينه لم تدمع إلا عند ذكر من وقف دائما إلى جانبهم. وقت اللي طلعت المراسيم اتفاجأت بالاتصالات اللي إجتني، يعني قدرت قداش العالم مقدرتني. أحدهم صار يبكي، ما بعرفه من منطقة الهرمل، جاد صار يبكي بيقول لي مع الوزير اللي بتمنى انك ما تنسينا. انت حتنساهم؟ لا، المهم الجديد اللي جاي. إيه لا طبعا قد تعلقت بالشعب كثير شيء لترجع. بقى انا بدي اقول لك شغله لا ما بدنا هيك، بلشت عم تدمع هلا وقف. أنا مرة امبارح بعثت لهم على الفيسبوك قد ما شفت اتصالات وقد ما شفت عالم صارت تبكي، بعثت لهم إنه أنا ما بنساكم ومحبتكم بتضل بالقلب. أنا صار لازم أودعكم وخبركم عني، أنا كل على أمل ألا يعيش محبوه وحتى منتقدوه الفترة المقبلة تحت شعار يا ويلنا من بعدك. نوى البري، قناة الجديد. تقرير خاص من سوريا حول مخبز من دير الزور يسعى لتوفير لقمة العيش بأزهد سعر. رحلة رغيف، بعدما بات رغيف الخبز السوري من الكماليات ببلوغ سعر ربطة الخبز 500 ليرة سورية وهو ثمن خيالي، لا سيما في مناطق الاشتباكات. التقرير هذا يظهر مخبزا يقع في المنطقة المحررة في دير الزور شرقية سوريا. هذا المخبز المهجور استثمرته مجموعة من الشبان تعتمد على تبرعات فردية ومنظمات خيرية، وتمكن الشبان من إنتاج ربطة خبز سعرها 25 ليرة سورية وتحتوي على 10 أرغفة وهو سعر رمزي. نواجه مشكلة بموضوع الكهرباء، انقطعت الكهرباء صار له فترة، يعني حيل في انقطاع للكهرباء، فصارت معانا مشكلة إنه حتى مولدة الفرن انضربت، صار لنا 4 أيام تقريبا معطلين عن العمل لأنه ما عندنا حتى مولدة كهرباء. يعني الحمد لله قاعد نغطي بسبيل إيش ما نرجع العالم، يعني حتى لو اضطر الأمر نعطي حتى خبزنا الأمر. يقع هذا المخبز في حي الجبيلية الذي لا يبعد سوى بضعة أمتار من جبهة قتال الجيش السوري، ويقول القائمون عليه إن الإنتاج يكفي حاجة ما يقارب 500 أسرة في حي الجبيلية والأحياء المجاورة، وهو يعمل 6 أيام في الأسبوع.
كان في النشأة أول جلسة للحكومة الجديدة لجنة لصياغة البيان الوزاري. وللمواطن الحق في سؤالنا عن التأخير. لبناني يقتل زوجته في سيدني. وفاة الشاعر والكاتب أنس الحاج. الجبهة الإسلامية تهدد بتفجير قلعة حلب. سترون في حلب غير الذي تسمعون. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.